ودائما العقلية والذهنية كانت تقف وراء جميع هذه الانقلابات العسكرية. وإن البيان الأخير إنما هو مرآة للانقلابات العسكرية السابقة والبيانات التي صدرت قبل وفي أثناء الانقلابات العسكرية. والحزب المعارض مرة أخرى نناديه إلى الوقوف في صف الديمقراطية الموجودة وإلى جانب الإرادة الوطنية. وأدعو جميع الأحزاب السياسية والجامعات ومنظمات المجتمع المدني، أشكرهم باسمي وباسم شعبي. دائما كنا وما نزال نخاطب الشعب وحده فقط. إننا قمنا بالتخطيط وخريطة ووضع خريطة الطريق دائما مع جميع أطياف شعبنا، ونحن نقوم بالتقييم مرة أخرى مع جميع أطياف شعبنا، ونتعهد للجميع بأننا سنقوم بمحاسبة جميع هؤلاء مع بالتعاون مع جميع أطياف شعبنا. إن جميع المحاولات التي تستهدف الديمقراطية في الجمهورية التركية كانت تسبق ببيانات مشابهة لما قاموا بإصداره في عهد المرحوم مندرس، نفس هذا البيان وشبيه به. وفي 12 من أيلول والحكومات التي سبقت في الثاني في محاولة 12 من أيلول نفس هذه البيانات، في 28 من شباط أيضا نفس هذه البيانات. وبيانات مشابهة تم إصدارها من قبل الذين قاموا بهذه الانقلابات العسكرية، وردود الفعل كانت واضحة من قبلنا. وإن المحاولة الانقلابية العسكرية الفاشلة في 15 من تموز تم ردها بأقصى رد من قبل جميع أطياف شعبنا، وتلقوا الجواب الشافي والكافي، ووضعنا الإرادة إرادة الشعب دائما فوق إرادة كل شخص في هذه الدولة. وهذا البيان الذي تم إصداره، نحن مصرون وعازمون بمكافحة ومقاومة كل من قام بالتخطيط لهذه المؤامرة، وسنقوم بكل ما نمتلكه من قوى بمحاسبة هؤلاء. أما للقوى الأخرى فنقول إن صناديق الانتخابات هي وحدها الحاكمة في هذه الدولة، والتجربة الديمقراطية الناضجة هي الحاكمة في هذه الدولة. وإن شاء الله سنقوم بالتقييم مع شعبنا، ونترك القرار الأول والأخير للشعب في الانتخابات المقبلة في عام 2023، وسنقوم بمتابعة جميع المستجدات والإجراءات مع جميع أطياف شعبنا. أيها الشعب العزيز، هنالك نقطتين هامتين يرتكز هذا البيان في بعض وسائل الأعلام والمشاهد ومعاهدة مونترو. كما تعلمون إن المستجدات والإجراءات الأخيرة في الجمهورية التركية بعد نهاية الحرب الثانية كان هنالك بعض المحاولات ضد الجمهورية التركية. بعد الحرب العالمية تم التوقيع في معاهدة مونترو، ووفق شروط تلك الأعوام كانت هذه المعاهدة جيدة بالنسبة للجمهورية التركية، ولكن هنالك بعض النقاط غير المفهومة في هذه المعاهدة.
وإن مرور السفن والبواخر في المضيق أيضا تسبب ازدحاما ومشاكل أخرى. لذلك يجب تقييم جميع هذه البنود، ونحن مستمرون في هذه المعاهدة. من أين جاءت هذه المناقشات والخلافات في معاهدة مونترو منذ التوقيع على هذه المعاهدة إلى الآن؟ هنالك العديد من وجهات النظر والأطروحات التي تم طرحها اليوم. أيضا هذه المعاهدة مفتوحة للنقاش بجميع أبعادها. ضمن هذا الإطار كان هنالك سؤال طرح على رئيس مجلس الشعب والأمة التركي. أجاب السيد رئيس مجلس الأمة التركي بشكل نظري على هذا السؤال، وقال لا يوجد هنالك أي نوايا لتركيا للانسحاب من هذه المعاهدة، فقط كانت الإجابة على هذا السؤال بشكل نظري أو كمثال على المستجدات الأخيرة في تركيا. ولكن هؤلاء ضباط البحرية التركية المتقاعدون قاموا بإعلان هذا البيان، وتم تقديم الدعم من قبل وسائل الإعلام وبعض الأكاديميين والإعلاميين لهذا البيان. ولكن القضية يتم وضعها في إطار آخر، وفي الليلة الماضية هذا البيان الذي تم إصداره والذي تم ربطه بمعاهدة مونترو وقناة إسطنبول الذي نخطط لفتحه، أعتقد بأن هذا البيان بعيد كل البعد عن هذين القضيتين، وإنما نقوم به هو الحفاظ على السيادة الوطنية للجمهورية التركية. والآن أطرح هذا السؤال، هل نحن نمتلك السيادة الكاملة على مضيق البوسفور في تركيا؟ مع الأسف لا نمتلك السيادة الكاملة على هذا المضيق. وإن من يقوم بالاعتراض على مشروع قناة إسطنبول إنما هو يستهدف بشكل كامل أفكار مؤسس هذه الدولة مصطفى كمال أتاتورك، وهو مضاد لمنافع ومصالح الجمهورية التركية. إننا نقوم بالقيام بجميع الواجبات والمهام الملقاة على عاتقنا من أجل مصالح ومنافع هذه الدولة. أقول مرة أخرى، إلى الآن لا توجد هنالك أي نوايا للجمهورية التركية للانسحاب من معاهدة مونترو، ولكن في المستقبل سنقوم بتقييم جميع المعاهدات التي تم توقيعها، وسيكون مناقشة هذه المعاهدات مطروحا على الطاولة. كنت في اجتماع قبل قليل نوهت إليه في مقدمة كلمتي، نقول ومرة أخرى نحن ضد كل محاولة تستهدف التجربة الديمقراطية الناضجة، ونحن ضد جميع الأكاديميين الذين يستهدفون التجربة الديمقراطية.
askerlerin yaptıklarını demokrasi ve كما كنا ايضا ضد جميع الانقلابات العسكريه التي استهدفت التجربه الديمقراطيه والحكومات المنتخبه الى الان ما زالت وجهه نظرنا هي نفسها لم ولن تتغير نحن ضد جميع المحاولات من اي مؤسسه كانت تستهدف الحكومه والاراده الشعبيه والديمقراطيه وان نشر هذه المشاهد والمقاطع إنما تستهدف الجمهورية التركية وإلى الآن ما زالت وزارة الدفاع التركية تقوم بالواجبات والمهام المقرات على عاتقها و القيام بإفشال جميع المحاولات التي تستهدف هذه الدولة أرضا وشعبا ونحن نقيم إصدار هذا البيان بأنه ذوي نوايا سيئة تستهدف الجمهورية التركية كما نحن ضد جميع المخططات السرية والخفية من قبل بعض القوى الموجودة في هذه الدولة والتي تستهدف الجمهورية التركية ولكن نحن وضعنا حدا لكل من كان يستهدف هذه الدولة ويقوم بالمشاركة في هذه الانقلابات والمحاولات ضد هذه الدولة مرة أخرى أقول بأن جميع القضايا التي يجب حلها بشكل سياسي أو بشكل قانوني إنما هو وفق البنود والقوانين الموجودة في الدستور وإن جميع الإجراءات والمستجدات الأخيرة إنما هو ضد الدستور من الباب إلى المحراب وإن جميع الإجراءات والمستجدات الأخيرة في تركيا إنما هو مؤشر قوي من أجل صياغة وكتابة دستور مدني جديد للجمهورية التركية ولن نسامح أي واحد يستهدف هذه الدولة وإننا لن نسمح لمناقشة مثل هذه القضايا وأن هذه المحاولات إنما تستهدف الاقتصاد في الجمهورية التركية ولكن الحزب المعارض بالتعاون مع جميع القوى يضعون في كل مرة حجة من أجل افتتاح هذه المناقشات وأبواب قمنا بإغلاقها منذ زمن بعيد في تركيا ونقوم بتوجيه هؤلاء والتقييم الكامل نتركه لجميع أطياف شعبنا وإن بعض الأفراد الذين ينتمون للحزب المعارض ستشاهدون في الآونة المقبلة